مساء الفل او صباح الورد او السلام عليكم زي ما تحبوا. المشاركه في انتخابات مجلس الشيوخ، جايز نتكلم بعدين في طبيعه مجلس الشيوخ وليه اصلا انا شايف ان المفروض يكون بدون انتخابات، بس ده مش وقت. المهم مين انا علشان اقول لك شارك وما تشاركش؟ انا يا سيدي واحد عادي جدا خالص، لا هقول لك شارك ولا ما تشاركش عشان انت كده كده مش هتعمل لي خاطر، مش هتشارك عشان خاطري ومش هتقاطع عشان خاطري، وانا لا بطلب منك مشاركه ولا بطلب منك مقاطعه. بس عشان اقول لك على كام نقطه كده، بص بقى، لو انت رايح خوف من الغرامه ما تروحش، كده كده الغرامه مش بتطبق، وجربنا القصه دي قبل كده 2000 مره ومفيش واحد فينا دفع جنيه من ايام انتخابات توت عنخ امون لحد اول امبارح. لو رايح علشان تاخد شويه زيت وسمنه وسكر او 50 جنيه ما تروحش، علشان كرامتك المفروض اهم من اي حاجه بنتي. لو ضحيت بكرامتك ما ترجعش تلوم اي حد وتقول ما اعرفش عملوا فينا ايه، وارجوك ما تاخدنيش في سكه الفقر وانك مضطر واننا في ايام صعبه. امال كنت بتعملي في الايام اللي ما فيهاش انتخابات؟ دي اسمها تفاصيل مش احتياج. لو اتكلمنا عن اللي بيعملوا مؤتمرات بيذبحوا فيها 2000 عجل وبيخلصوا محصول البحر المتوسط من الجمبري وكمان معاه محصول الدلتا من الكرنب وانهم حراميه وسوس مرتشين، فانت هتبقى زيهم لو خدت الكرتونه او ال50 جنيه. الفرق بينك وبينهم انهم حراميه كبار وانت حرامي صغير نفسك تبقى كبير بس لسه مش طايق. بالمناسبه مش شرط كل بتوع المؤتمرات يكون فلوسهم حرام، لكن اكيد هم بيصرفوها علشان يضعفوها بالنفوذ والسلطه، ده هيخليها حرام بعدين بس ما تخليناش نستعجل. احتمال برضو طبعا تكون فلوس اصلا في الاصل حرام او المصادر غير شرعيه وبيعملوا لها غسيل اموال، عادي كلها احتمالات وارده، بس برضو ما ينفعش التعميم علشان ما نظلمش حد. عن نفسي مش شايف اي لزوم للمجلس ده ولا للانتخابات دي ولا حتى للحماس الزياده او ان نتعمل في ايام زي ايام الكورونا اللي ما يعلم بها الا ربنا. بس خلينا في حضرتك انت اهم. حضرتك لو نزل علشان تختار نائب يطلعك من مديريه الامن لما يكون مقبوض عليك بحته حشيش، لو نازل علشان النائب قريبك هيجيب لك مصالحه مجانيه للمباني المخالفه بتاعتك من غير ما تدفع غرامات، لو نازل علشان تجيب نائب ياخد منك رشوه 5000 جنيه علشان يعين ابنك او بنتك في وظيفه حكوميه ما فيهاش شغل بس فيها قبض 8000 جنيه في الشهر غير البدلات والحوافز والمكافئات والتامين وي وي وي، فحضرتك اتبط بقى واقعد في البيت لان النواب مش دي شغلتهم اصلا، والنائب اللي هينفعك بشكل شخصي بيضر البلد بشكل عام والعكس بالعكس. يعني لما يضر البلد بشكل عام الشكل ده هيبقى خاص على حضرتك بعدين، حرام عليكم بلدكم بقى وكفايه انانيه وكل واحد يقول يلا نفسي. بالمناسبه النايب في مجلس الشيوخ والنواب المحترمين عموما في اي مجلس نيابي ملهمش علاقه بالمجاري اللي طافحه اخر شارعكم، ولا بمفرش البوتاجاز ولا بمفرش السرير عندكم، ولا من ضمن مهامهم انهم يسفلتوا الشارع او يوفروا الكمامات. دول نواب تشريع ومراقبه ملهمش اي علاقه بالسلطه التنفيذيه اللهم الا الاشراف عليها وتوجيهها ومراقبتها بشكل دستوري مجلسي مؤسسي مش جهجهوني. مش النايب ياخد واحد شايل كاميرا ويطلع على المستشفى عايز يفتش على الجبس علشان يعمل نمره قدام الناخبين واهل الدايره بتاعته استعدادا للانتخابات الجايه، كلها حركات مفقوسه جدا وما تنفعش مع النواب المحترمين ولا المجالس المحترمه. يا جماعه عايزين مجالس محترمه. لو نازل عشان المرشح بتاع بلدكم نازل هو اللي ينجح على حساب مرشح البلد اللي جنبكم، فخليك قاعد في البيت وما تنزلش ابوس ايدك، كلنا مصريين والمفروض الاختيار يكون للافضل مش للاقرب، كفايه انانيه بقى. لو نازل علشان تنصر الدين اتلقح في البيت او روح الجامعه احسن صلي لك ركعتين، مرشحك مش خليفه المسلمين ولا باقي المرشحين كفار، والبلد بيحكمها دستور اساسه الشريعه الاسلاميه اصلا مع احترام كل الاديان، فحضرتك يعني مش هتفتح عكه ومش هتجيب لنا سعد بن ابي وقاص ولا سيدنا عمر بن الخطاب، كانك ستنا في خيبتك بصراحه. بالمناسبه جربنا موضوع الدين ده قبل كده على طريقتكم الهباب، لان الدين اصلا بريء منكم فهمكم وهرسكم فيه وفي السياسه على حسه، وفشلت القصه، ولولا ستر ربنا كان زمان البلد دلوقتي نصها مذبوح ونصها مدلدل من المشانق تحت شعار التخلص من الكفره والزنادقه واولاد استغفر الله العظيم. يا سيدي لو انت نازل عشان تأدي واجب وطني وانت شايف ان المجلس له لازمه انزل، مش هقول لك لا. لو انت نازل عشان تأدي واجب وطني وانت شايف ان المجلس برضه ملوش لازمه انزل، مش هقول لك لا. لو نازل عشان تتسلى انزل، مش هقول لك لا. لو نازل عشان مش طايق قعده البيت وزهقت من قعده القهوه وما عندكش شغل انزل. لو نازل عشان تتصور في اللجنه وتغني تسلم الايادي وترقص كمان انزل براحتك، واللي يزعل يتفلق، دول شويه رعاة بينكد عليهم اي حاجه بصفه، فتبقى مصلحه لو نكدت عليهم شويه في الانتخابات دي اللي هي اصلا منكده عليا انا شخصيا لاني شايفها ملهاش لزوم. اشكركم ومش هطلب من حد يعمل اشتراك في القناه ولا لايك ولا شير ولا الكلام الفاضي ده، احنا يعني مش بنقول اللي ما اتقالش، ده فيديو بالصدفه كده يا عالم هيتكرر تاني ولا مش هيتكرر.